كأنك هتبني. شنب شنب؟ هو أنا مديلك بنتي عشان تمد إيدك عليها؟ الشرع بيقول إن أربيها لما أكون ناقص أرباي. شرع إيه يا متخلف أنت؟ أنت فاكر اللي أنت عملته ده هيعدي بالسهل؟ أنا بنتي متربية أحسن تربية، بس أنا اللي غلطان إن أمنتك عليها وسكت عليك كتير أوي في تصرفاتك وأفعالك، وقلت يمكن تتعدل عشان خاطر بنتك. انتوا جايين بقى تتعدوا عليها في معرضي وسط رجالتي بقى وهنسجنك كمان. انت فاكر نفسك متجوز حيوان عشان تعمل فيها كده؟ اسمع يا ابني، لو ما بعتش ورقه بنتي بالمعروف ما تلومش الا نفسك. بنتك انا مش هطلقها واطلبها ببيت الطاعه عشان اربيها، ولا هي ما قالتلكوش ان انا قفشتها قاعده مع راجل خريب وماشي على حل شعرها؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت في حاجه في دماغك؟ انت اتجننت؟ اتجننت يا بنت عشان تمد ايدك عليا؟ ده ربيك ورب اللي خلاني ما ينفعش. انت بتعمل ايه هنا؟ اهلا يا حبيبي. تصدق يا انا انت عملت فيا جميله، لان من ساعه ما شفتك وانا عايز اضربك. بس كفايه قوموه. انت ايه يا اخي ما بتفهمش؟ انا قلت لك مالكش دعوه بحياتي. يعني انت عايزني اشوف اللي بيحصل ده وافضل واقف ساكت؟ انا مش عايزاك اصلا. انا لا عايز اسمع صوتك ولا عايز اشوف وشك. وانتوا الاثنين زي بعض، انتوا الاثنين شبه بعض. وانت اقسم بالله العظيم لو ما طلقت مريم لحطلع بيها على المستشفى واعمل تقرير طبي واحبسك بيه. ولا تعرفوا تعملوا حاجه، وطلاق مش هطلق واعلى ما تفركوا ركبوه. ملك قلت لك مالكش دعوه بيا، واطلع بره حياتي. مش وقته الكلام ده يا ملك. لا وقته. ملك انت كده بتعقديها وملهاش حل يا زياد. ما تطلع بره يالا بقى، ولا انت عايز تتضرب تاني؟ خلاص بقى، خلاص يا ابني اخرج انت منها. احنا اهل بعضينا، ولو سمحت كفايه لحد كده بقى. انت لسه هتطبطب عليه يا عم الحاج؟ طلع له ادرمه ده بره. يلا انت عارف ان انا ممكن اقلب المكان ده عليك انت والجلابيه بتوعك. يلا بطل هكس، يلا طلع له ادرمه ده بره. ادي ما جايبكم.